معلومه من السنه اللي فاتت في الاناتومي، السمول انتستين عباره عن ثلاث اجزاء، ديودينوم وجوجينوم وين. اسالك سؤال بسيط قوي، تعرف يا دكتور تقارن ما بين الثلاثه، ما بين الديودينوم وما بين الجوجينوم وما بين الهيليوم؟ هقول لك اعرف، بس بشرط اديني العناوين بتاعت المقارنه. ماشي، بص يا سيدي، هتقارن بينهم في اربع حاجات. اول حاجه هتقول لي الفلاي في كل جزء، وبعدين تتكلم عن الكوبلت سيل في كل جزء، وبعدين دول كده مع بعض، واقول لك مع بعض ليه، وبعد كده عندك كلمه عن الصب ميكوزا وكلمه عن السيروز. بدي حاجتين هم بحرف الاس. يبقى انا بقارن بين ايه يا شباب؟ معايا ديودينوم وجوجينوم. كم حاجه بقارن بينهم يا هم؟ اربع حاجات. أربعة إيه هم؟ ها؟ فلاي وجبلة سل وصابليكوزا وإيه؟ وسيروسا. بص بقى معايا، الفلاي بيقول لك إن عدد الفلاي بيقل طول ما أنت ماشي. عدد الفلاي بإيه؟ بيقل. يعني لو أنت عندك هنا عدد محدد من الفلاي هيبقى هنا، هنا مثلا عدد كده هيبقى كده، هيبقى كده عمال يقل معايا. ماشي؟ مين؟ ماشي. بصوا يا شباب، يبقى انت عدد الفلاي عمال يقل طول ما انت ماشي. مش بس العدد ده، كمان حجم الفلاي. يعني الفلاي بتاعت الديودينوم هتلاقيها عامله كده اهو، يقول لك عليها ليف لايك. ليف لايك يعني زي ورقه الشجره. تيجي في الجوجينوم تقل تبقى طنج شيء شبه اللسان، تيجي في الاليوم تبقى حاجه كده لا تذكر. سؤال بقى كده، هو ايه اللي بعد الاليوم؟ بس معايا ايه بعد الاليوم؟ لارج انتستين. اول كلمه هقولها لك النهارده، لارج انتستين نوفل لارج. اقول لك ايه؟ نوفل لارج يعني العدد في الفلاي والحجم عمال ماشي كده اهو، الكيرف ماشي كده عمال يقل، عشان اقول لك في لارج انتستين نوفل لارج. صعبه دي؟ صعبه دي؟ يبقى الفلاي بيحصل فيها ايه؟ ها؟ بتقل في العدد وفي الحجم. العدد عمال يقل والحجم يقل. في الاول تبقى كبيره زي ورقه الشجره، بعد كده تبقى شبه اللسان، بعد كده تبقى فيري فيو اند لونج. اللي بعدها ايه؟ جوبلت سيل. جوبلت سيل العكس يا مؤمن. الجوبلت سيل عددها بيزيد طول ما انت ماشي. يعني الجوبلت سيل في الاليوم ولا في الديودينوم اكتر؟ في الاليوم. في الاليوم اكتر. الجوبلت سيل الكيرف بتاعها ماشي كده يا شباب، عماله تزيد طول ما انت ماشي. تزيد هنا عددها كده، وبعدين هنا تبقى بالمنظر ده، وبعد كده هنا تبقى كتير جدا جدا جدا. يبقى الكيرف بتاعها ماشي كده. فهمتني؟ يبقى اول حاجتين بقارن بينهم اللي هما ايه يا ياسمين؟ ها؟ الفلاي وايه؟ وجمله سيل. الاثنين عكس بعض. الفلاي عماله تقل في العدد والحجم، وجمله سيل عمالين يزيدوا في العدد. ماشي؟ حلو قوي. خش لنا على الصب ميكوزا. هو الصب ميكوزا دي ايبيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ ها؟ ايبيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ كونكتيف تيشو. الصب ميكوزا ايبيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ كونكتيف تيشو. والقاعده بتقول اي كونكتيف تيشو يقدر تحط فيه جيلان، ما عدا فكروني الصب ميكوزا بتاعت الاستومك بتاعت مين؟ لارج انتستين. حلو، حلو قوي. خلاص يا دكتور، دي هنحط فيها جلاند. ماشي يا عم، تسمح لي ازود حاجه على القاعده؟ مش احنا قلنا ما عدا الصب ميكوزا بتاعت الاستومك واللارج انتستين والجيوجينوم. الجيوجينوم هو كمان الصب ميكوزا بتاعته ما فيهاش جلاند. يبقى القاعدة كده هتزيد واحد تالت، كل كونكتيف تيشو يقابلنا لابن بروبيا أو صاب ميكوزا نحط فيه جلاند، ما عدا ثلاث حاجات مش حاجتين، الصاب ميكوزا بتاعت الاستومك وبتاعت الجيوجينوم وبتاعت الايه؟ لارج انتست. حلو كده؟ طب خلاص، يبقى انت هنا تحط جلاند وهنا جلاند، بس دي غير دي، دي هنا جلاند اسمها برونرز جلاند. برونرز جلاند. وهنا دي بتطلع ميوكس، وهنا حاجة اسمها بايرز باتشز. بايرز باتشز. تمام؟ تجمع من خلال الليمفوسايت. تمام كده؟ آخر حاجة عندي في الجدول سيروزا. يا دكتور أنت حاطط ليه سيروزا؟ ما إحنا اتفقنا إن السيروزا دي هي آخر طبقة. صح؟ بس متغطية بريتون. لو مش متغطية بريتون يبقى اسمها إيه؟ أدفنتيشيا. طب أنت ليه كاتب السيروزا كاتب في جدول مقارنة؟ عشان اقول لك ان صحيح هنا سيروزا محدش يختلف على كده، وطبعا الاليوم سيروزا محدش برضه يختلف على كده، انما لقينا حته من الديودينوم.
بصوا يا شباب، بيقول لك لقينا حته كده من الديودينام، حته من الديودينام موجود مش متغطيه بريترو. الحته دي بيقول عليها ريترو بروتينيه. يعني ايه ريترو بروتينيه؟ يعني ورا الايه؟ ورا البريترو. ريترو بروتينيه السيجمنت من الديودينام. طب تفتكر يا مؤمن السيجمنت الريترو بروتينيه ده ينفع اقول عليه سيلوزا او عليه دنتش؟ تمام كده الجدول بتاعنا خلص. ممكن نلف بعد اذنك. خفش عايز اللاب ليه؟ ها؟ هتطبع غلاف؟ لا مش غلاف بتاع حد رسمي. غلاف بتاع حد تاني. اما خلاص بقى بقيت سبيل بقى. لا؟ ماشي يا سيدي ماشي. احنا هنشتريه. هنشتريه؟ وظيفه السمول انتستين كانت ايه؟ حاسه ها؟ دايجيشن وايه؟ وابزوربشن. خلاص يا عم احنا هنكتب هنا كلمه دايجيشن ونكتب هنا كلمه ايه؟ ابزوربشن. طب بص يا سيدي تعالى نعلق على الدايجيشن الاول. ماشي؟ ازاي السمول انتستين بتعمل هضم؟ والله يا دكتور في كذا حاجه وركزوا معايا. اول حاجه خالص البنكرياس. بنكرياس بيطلع انزيمات هاضمه مش كده يا شباب؟ اسمها بنكرياتيك جوس. يبقى انت معايا مؤمن زي ما كان عندك جاستريك جوس هتلاقي كمان عندك بنكرياتيك ايه؟ جوس. بس البنكرياتيك جوس يا دكتور ده الكلايم مش اسيدك. الكلايم. تمام؟ كمان بلاقيه بيهضم ثلاث حاجات الكربوهيدرات والفات والبروتين. كربوهيدرات وفات وبروتين. ماشي؟ يبقى اول وظيفه للسمول انتستين الدايجيشن بيتم عن طريق مين؟ ها؟ بنكرياتيك. قولوا معايا يا جماعه بنكرياتيك جوس. بنكرياتيك جوس ده الفيتش بتاعته ايه؟ الكلاين. وبيهضم ايه؟ فات وكربوهيدرات وبروتين. واهم حاجه فيه طبعا انتوا عارفينها اسمها لايبيز. بنكرياتيك لايبيز. ادي اول واحد يا سيدي. تاني حاجة بص الناحية التانية، الناحية التانية مش فيه ليفر؟ الليفر بيطلع البايل. البايل هنعرف وظيفته لما نيجي ناخد الليفر، بس مبدئيا بيعمل حاجة اسمها emulsification of fat. تمام؟ بيفتت الدهون فيسهل عملية الهضم بتاعتها. طب هو مين اللي بيهضم الدهون أصلا؟ البنكرياس. حلو؟ عشان كده أقول لك إن هو بيزود الإفكت أوف بنكرياتيك إنزايم. بنكرياتيك إنزايم. ودي تاني واحد. حلو كده يا شباب؟ تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين الدايجيشن والابزوربشن، دول وظيفتين يعني انت بتوع السمول انتستين. الدايجيشن بيتم عن طريق البنكرياس والليفر. البنكرياس بيطلع ايه؟ ها؟ بنكرياتيك ايه؟ جوز. بنكرياتيك جوز ده البي اتش بتاعته الكلاين وبيهضم ايه؟ كربوهيدرات وفات وبروتين. طيب الاهم واحد في البنكرياتيك جوز اللي هو مين؟ لايبيز. نيجي على البايل، البايل برضه بيهضم بس بيساعد مين؟ البنكرياس. زائد تالت حاجة كمان يا جماعة بتساعد في عملية الهضم اللي هي الميوكس المخاط. الميوكس زي ما أنت شايف طول ما أنت ماشي هتلاقيه بيزيد معاك سواء الجبلة سيل أو الجلاند اللي اسمها البرونرز جلاند. حد فاكر برونرز جلاند كان في الديودينام ولا جيجينام ولا الهيليوم؟ جيجينام. هو الجيجينام فيه حاجة أصلاً؟ مش إحنا قلنا إن ما فيهوش حاجة في الصاب ميكوزا؟ تمام كده؟ طيب يبقى دي وظيفة الدايجيشن بتاعت السمول انتستين. دي حاجة صعبة؟ طيب تعالى الأبزوربشن. مش معقول بقول لك السمول انتستين بتعمل أبزوربشن ازاي؟ ما أنت عارف المرة اللي فاتت إن في خلية اسمها أبزوربت الكولابينار سيل معمولة مخصوص عشان الإيه؟ الأبزوربشن. أمال الفكرة في إيه بقى؟ أقول لك إيه الحاجات اللي بتساعد في الأبزوربشن؟ اللي بتساعد السمول انتستين إنها تعمل وظيفتها.
ايه بقى الحاجات دي؟ والله يا دكتور انا الستة متر بتوع السمول انتستين دول ما ينفعنيش. ليه يا سيدي؟ لان الستة متر دول مش كده، انا واحد كلت بروتين، كلت كربوهيدرات، كلت فات معهم فيتامين وشربت ميه، الحاجات دي كلها الستة متر مش هيلاحق اعمل ابزوربشن ليه ولا ايه؟ طب انت عايز ايه يعني؟ عايز ازود السيرفس ايه؟ عايز ازود المساحه. طيب ايه اللي تعرفه في السمول انتستين يزود السيرفس ايه؟ واحد مايكرو فيلاي. فعلا الخميلات مايكرو فيلاي. ايه اللي تعرفه تاني؟ هي المايكرو فيلاي بتزود سيرفس ايه؟ طب الفيلاي يعني ما بتزودش؟ اكيد هي كمان. يبقى اولى ان انت تقول لي مع المايكرو فيلاي مين؟ الفيلاي. يعني الفيلاي والتصغير بتاعها. حلو كده؟ طيب في حاجه كمان. الحاجه الثانيه دي هرسمها. بص معايا، انا عايزك تبقى فاهم الرسمه اللي هرسمها دي، تمام؟ عشان تبقى فاهم الكلام. الطبيعي ان الول بتاع اي حاجه يبقى كده، صح؟ انا جيت عملت فيه فيلاي خليته كده، حلو؟ جيت على الفيلاي عملت ايه؟ مايكرو فيلاي خليتها كده. طبعا مش عليها على طول، على الايه؟ كولامينر سيل، خليتها كده. حلو كده؟ طيب برضه مش كفايه. اقول لك على حاجه، ايه رايك اما تمسك كل ده على بعضه تعمله كده في اوض وتنزل بيه وتقطع بيه وتنزل بيه؟ يعني المنظر يبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل كده. بدل ما انا رسمه كده ادي الفيلاي اهي. دي فيلاي ودي فيلاي. فيلاي اهي. ايه دول؟ ها؟ بالله. حد يقول لي ايه دول؟ فيلاي والمايكرو فيلاي هم. طب لو طلبت منك في الرسمه دي ترسم الكريبت هترسمها فين؟ كريبت سوفليبر كام؟ ما بين الفيلاي وبعضها، يعني هترسمها هنا كده، ادي واحد الكريبت اهي. اهي وادي واحد الكريبت. وادي واحد الكريبت. فاهمين الرسمه دي جت ازاي؟ يبقى اللي عندك كالاتي. مايكرو فيلاي اهي، ادي رقم واحد مايكرو فيلاي باللازم. دي اسمها فيلاي رقم اتنين. طب دي بقى على بعضها. ودي اسمها يا شباب بلايكا سيركيولاريس. بلايكا سيركيولاريس. اسمها ايه؟ بلايكا سيركيولاريس. يبقى انت عندك ثلاث حاجات بتزود السيرفس ايه؟ ابداهم من الكبير للصغير، الكبير الاول اسمه ايه؟ بلايكا سيركيولاريس، عليها فيلاي، عليها مايكرو فيلاي. بيقول لك ان المايكرو فيلاي من السنه اللي فاتت بتزود السيرفس اريا 30 ضعف. الفيلاي بتزوده 10 اضعاف. البلايكا بتزوده 3 اضعاف بس. ماشي؟ يبقى انت عندك ده بيزود 10 اضعاف 30 ضعف، 30 ضعف 10 اضعاف 3 اضعاف بس. تمام؟ وبناء عليه اسمعي بس، فبناء عليه لو انت جيت ضربتهم مع بعض يطلع كام؟ 30 و10 و3 يطلع كام؟ 900. ده الرقم الصح 900. طب ال 900 وطول السمول انتستين قد ايه؟ 6 متر. يبقى انا عندي 6 متر يا دكتور هزودهم 900 ضعف. 6 في 900 يبقى كام؟ 5400 متر. الرقم ده اصلا مش موجود عندكم بس انا بحسبها لك كده. تمام؟ 5000 دي جت ازاي؟ يعني انت بتعمل ابسوربشن ب 5 كيلو ونص. ماشي؟ ماشي؟ 5 كيلو ونص موجودين جوه الابدومينال كابت. ازاي بقى ده يحصل يا دكتور؟ عن طريق الحاجات دي. ماشي؟ فهمت ازاي تحسبها؟ المهم فهمت ازاي؟ ايه الثلاث حاجات اللي بيزودوا السيرفس اريا وبيزودوا السيرفس اريا قد ايه؟ مايكرو فيلاي 30، بعديها فيلاي 10، بعديها ها الايه؟ السبلايكا سيركيولاريس بتزود 3 اضعاف. ماشي؟ يبقى انت لو جمعتهم كده مع بعض هتلاقي بتزود 900 ضعف 900 في 6 5400 متر. ده طول السمول انتستين اللي بعمل بيه ابسوربشن.
تمام كده؟ يبقى أنا قلت إيه يا شباب من أول حصة؟ حد فاكر المقارنة بين الديودينم والجيجنم والإليوم كانت إيه؟ كان عندي كام حاجة بقارن بينهم؟ أربعة. أربعة إيه هم؟ أول حاجة باللاي تحتيها جبلت سن، بعدين صابني كوزة، وبعدين سيروز. أسألك أنا بقى، الفلاي بتزيد ولا بتقل طول ما أنا ماشي؟ بتقل، إنما جبلت سن بتزيد. طيب بعد كام تخش على الصابني كوزة؟ الحتة اللي ما فيهاش جلاند اللي هي إيه؟ الجيجنم. خلاص؟ إيه الحتة في سمول انتستن اللي فيها أدفنتيشيا؟ ريترو بروتينيال سيجمنت اوف ديودينم، ماشي، جزء من الديودينم ورا الايه؟ البريتو. خلاص كده السمول انتستين بتعمل دايجيشن وبتعمل ابسوربشن الاثنين مع بعض. الدايجيشن بتعتمد على ثلاث حاجات، ايه هم بقى؟ بنكرياتيك جوس، البايل، والميوكس. الابسوربشن بتعمل ابسوربشن بتعتمد عشان تزود السيلف سيري على ثلاث حاجات، ايه هما؟ مايكروفلاي الاول، بعديها فلاي، بعديها بلايكا سيركيوليتس، ماشي. طيب اخر ملاحظه بس عايز اقولها كده، ان دي صغيره، هو السمول انتستين احنا قلنا المره اللي فاتت ان فيها ست خلايا، صح؟ اول خليتين واحده اسمها ابسوربتيف كولامينر سيل، واحده اسمها جوبلت سيل، وكان من ضمن الخلايا التانية خلية اسمها بانس سيل وانتيرو اندوكراين سيل. انتيرو اندوكراين سيل، تمام كده؟ حلو الكلام ده؟ طيب هطلب منك طلب بسيط قوي، بيقول لك لقينا ان الاربع خلايا دي ليها ستيم سيل واحدة. ستيم سيل دي موجودة في الكريبت بس تحت، يعني الكريبت لو يجيب الله ودي كريبت هتلاقيها موجودة تحت هنا في الكريبت. اسمها ايه بقى؟ اسمها جميل قوي، الخلية اللي موجودة في الكريبت تحت هسميها كريبت بيز كولامينر سيل. كريبت بيز كولامينر سيل دي عبارة عن ستيم سيل. ستيم سيل لكام خلية؟ أربع خلايا، يعني الأربعة دول لهم كومن أوريجين، اسمها كريبت بيز كولامينر سيل، ماشي كده يا شباب؟ طيب يعني الكريبت بيس كولامينر سيل تديني ابزوربتيف؟ اه تديك ايه المشكله؟ انت عندك دلوقتي ابزوربتيف كولامينر سيل كانت بتبقى موجوده هنا، صح؟ اهو على الفلاي. طب الفلاي خلص انزل في الكريبت؟ اه طبعا هنزل، مش انا قلت لكم بتبقى موجوده في الابر هاف اوف ذا كريبت، تمام؟ مش انا قلت لكم اول خليتين موجودين في الابر هاف؟ وبناء عليه خليه دي تبقى موجوده هنا كده وتنقسم تدي الابزوربتيف كولامينر، وبعدين تدي ابزوربتيف كولامينر ثانيه، فالثانيه تزق دي وبعدين تزق اللي بعدها. فالابزوربتيف كولامينر بتنقسم، بتبتدي من تحت وتطلع لفوق، على ما توصل فوق تقعد ست ايام، وبناء طبعا بعد الست ايام خلاص بقى يحصل لها شيلينج. عارفين يعني ايه شيلينج؟ تتقشر او تتشال مع الاكل، ماشي يا شباب؟ عشان كده اقول لك ايه؟ السمول انتستن الخلايا بتاعتها بتتجدد كل قد ايه؟ 60 ماشي يا مؤمن؟ قولها لك تاني، انت عندك الستيم سيل موجوده في البيس تحت خالص في الكريبت، تمام؟ الخليه دي عماله تدي الابزوربتيف كولامنا، الابزوربتيف كولامنا تهاجم 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 تهاجم، تاخد ست ايام على توصل للسطح، على ما توصل للسطح يحصل لها شيلينج وتتشكل، ماشي يا شباب كده؟ هنا في مشاكل؟ طيب باقي بقى خمس دقايق تقول لي اللارج انتستين، انتوا اللي تقولوا. حد عارف اللارج انتستين كام لير؟ كام لير؟ أربعة، اللي هما ميكوزا، صاب ميكوزا، ماسكلوزا، وسيروزا. والميكوزا إبيسيليا، لامينا بروبريا، ماسكولاريز، ميكوزا. وده السؤال بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، ساب كل اللي فات وجا في اللارج انتست. الميكوزا حد يعرف ايه نوع الليبسيه؟ مين؟ سمبل كولانجا. تحب تزود حاجه؟ حاجه كانت بتزيد طول ما انت ماشي في السمول انتستين؟ في واحد في جوبلت سيل، مش انا قلت لك طول ما انت ماشي جوبلت سيل بتزيد؟ يبقى اذا سمبل كولامينر سيل وز جوبلت سيل. طيب لامينا بروبيا كونكتيف تيشو، واي كونكتيف تيشو يا بينا نحط فيه جلاند، ففي هنا جلاند اسميها ايه؟ اسميها جلاند اوف لارج انتست او كريبت اوف لارج انتست، وريح دماغك.
ماسكولاريس ميكوزا طبقتين انر واوتر. انر سيركولار واوتر ايه؟ لونجيتيودين. تعالى على الصب ميكوزا. مش احنا قلنا كلز معاها الكونكتيف تيشو بيبقى في جلاند ما عدا ياسمين الصب ميكوزا بتاع الاستومك جوجينال لارج انتستين. يبقى انا هاجي هنا مش هحط جلاندز خلاص. بعد كده نخش على مين؟ ماسكلوزا بتاعت اللارج انتستين برضو انر سيركولار واوتر لونجيتيودين ماشي. والسيروزا كونكتيف تيشو بيحوط اللارج انتستين كلها. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ السؤال ده سهل ان انت تالفه، هو بقى بس هنا بتقع على الحاجه المختلفه. المختلف او الجديد ايه؟ دلوقتي في المصر دي في نقطه وفي نقطه في السيروزا. النقطه بتاعت المصر بتقول لك ايه؟ لو انا رسمت الكولون كده، ده ascending كولون وده ترانسفيرس وده descending كولون، عايز ارسم المصر دي سيركولار وايه؟ لونجيتيودينال. السيركولار اهي. طب اللونجيتيودينال يا دكتور اهو. هو اللونجيتيودينال وقفت فين؟ قبل الاخر. دي فعلا اللونجيتيودينال المصري بتاعت الكون اقصر من الطول الحقيقي للكون. لا يا عم انا ما ينفعنيش الكلام ده، انا عايز الاثنين يبتدوا ينتهوا مع بعض. هتعمل ايه؟ عارف تكعبل كده الكولون على بعضه عشان ايه؟ يبقى نفس الطول بتاعة اللونجيتيودن المصري. عشان كده الرسم الصح للكولون انه يبقى عامل كده. في حاجه اسمها ساكيوليشن. ساكيوليشن مكعبل كده ساكس كانه عباره عن اكياس. لو سالك ايه سبب الساكيوليشن قول له يا دكتور اللونجيتيودينال ماسل طولها اقصر من طول الكولون، وبناء عليه انت بتعمل ايه؟ بتبص تلاقي عشان دي تبتدي وتنتهي هنا كان دي ماسكه هنا وبتشد عليها، فتلاقي الكولون راح مكعبل كده على بعضه. حلو كده؟ طيب اللونجيتيودينال ماسل دي بقى لها اسم اسمها تينيا كولاي. اسمها تينيا كولاي. بيقول ان السكيوليشن ده بيساعد في الابزوربشن. تمام؟ طيب حاجة كمان، دي ملاحظة بتاعت المصل. كونكتيف تيشو، دي ملاحظة تافهة قوي. هو مش السيروزا دي طبق الكونكتيف تيشو موجودة من بره خالص؟ بيقول لك لو جيت بصيت عليها هتلاقيها عاملة أكياس، أكياس كده سكيوز كده صغيرة مجمعة جواها فات، يعني السكيوز دي جواها فات. عادي ملاحظة بسيطة، يعني السيروزا من بره خالص وأنت بتبص على الكولون هتلاقي فيها فات. تمام؟ السكيوز دي اسمها ايه؟ اسمها ابنديسز، يعني زوائد ابنديسز ايبي بلويكا على السطح. ايبي بلويكا ابنديسز ايبي بلويكا. يبقى وانت بتكتب اللارج انتستين لازم تزود كلمتين تينيا كولاي وابنديسز ايبي بلويكا. تينيا كولاي دي لونجيتيودنال اسموس مصر مالها دي ياسمين طولها اقصر من طول اللارج انتستين. فعشان الاثنين يعرفوا يبتدوا ينتهوا مع بعض لازم يحصل سكيوليشن. تاني حاجة الابنديسيو بلويكا دي باوش كيس باوش كنتين فات على السيرفس من بره. تمام؟ حد بقى يعرف يقول لي ايه وظيفة اللارج انتستين؟ رقم واحد ابزوربشن. ابزوربشن ليه؟ في حاجة مشهورة قوي للارج انتستين. في حاجة مشهورة أكتر الووتر. الووتر أكتر مكان بيمتص فيه الووتر وكل حاجة بتدوب بقى في الووتر. تمام؟ الصوت او او اي فيتامين بيدوب في الوتر تمشي معاه. طيب حاجه كمان. طب بتعمل دايجيشن؟ بصوا يا شباب اول وظيفه عندي ابزوربشن. والابزوربشن ده بالاساس هيبقى لمين؟ للوتر. تاني حاجه دايجيشن. بص يا سيدي هو ما بتطلعش دايجستيف انزايم. ما بتطلعش ايه؟ دايجستيف انزايم. انما لو عندك اكل جاي من المسمول انتستين وعليه الانزيمات بتاعته ودخل اللارج انتستين الانزيمات دي هتقف هتشتغل. اذا الدايجيشن هنا هو كونتينيو للدايجيشن بتاع المسمول انتستين. يبقى دايجيشن وابزوربشن. تالت حاجه مش فيها بكتيريا والبكتيريا دي بتشتغل على المواد بتعمل لها تحلل او فيرمنتيشن تطلع لها حاجات زي فيتامين كي. فيتامين كي مصدره الاساسي هو اللارج انتستين. اخر حاجه
رأيك الميوكس في اللاج انتستين كتير ولا قليل؟ كتير جدا، وده بيساعد الباسج اوف ستول. الباسج اوف ستول. اوكي يا شباب؟ ده سؤال قبل كده اللاج انتست عشان تقول لي الول وتقول لي الفانكشن. الفانكشن بتاعته كام حاجه بقى؟ قول معايا. اربعه. ايه هما؟ ابزوربشن ودايجيكت. يبقى من الاخر كده اعمل حسابك يا مؤمن، ستومك سمول لارج انتستين كله دايجيشن وابزوربشن. خلاص، حتى اللي ملهاش دايجيشن اخترعنا لها دايجيشن، وقلت لك ان بتاع السمول انتستين هيكمل في اللارج. ابزوربشن للووتر، بكتشف تاني الفرمنتيشن، والباسج وفين؟ في ستول عن طريق الميوكس. خلاص كده يا شباب؟